خلي بال حضراتكم، مصنع دو أن مور بيمتلك ماكينة أمريكية لتقطيع لقمة العجين سرعتها 45 ألف لقمة في الساعة، وبالتالي لازم العجين بعد تقطيعه حسب الوزن يمر بمرحلة غريبة جداً أشبه بالرأس. الحكاية هي إن شكل المخبوزات وتماثلها وتناسقها وانتظامها أهم حاجة في الإنتاج، وخصوصاً خبز البن الدائري الخاص بالبرجر والخبز الرول والسوفت والبيتيبان الصغير. وعشان يضمنوا تماثل المخبوزات لازم تمر القطع وهي عجين على ماكينة تهزها وتوسطنها في القالب قبل دخولها الأفران، وإلا تعرضت للتشوهات بعد التسوية. تعالوا نقابل المهندس مراد عبد الفتاح مدير الجودة والبحث والتطوير في مصنع دو أن مور للصناعات الغذائية. المهندس مراد عبد الفتاح، حضرتك مدير الجودة والبحث والتطوير، اتبسطت جدا بمنتج التمور، ان احنا نعمل سبريد تمور، لان احنا عندنا خطه كبيره جدا في مصر ان احنا نوصل بصادرات مصنعات التمور لحوالي مليار دولار. دي الخطه اللي تم اعتمادها فعليا، كمان داخلين على سناكس، معنى كده احنا مش مصنع مخبوزات بس، صح الكلام ده ولا لا؟ بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، احنا متخصصين في انتاج المخبوزات بالاضافه الى كلمه مور تشمل اي حاجه في صناعات الاغذيه. فعملنا الاكستنشن بتاعنا والمنتج اللي لسه يعتبر جديد في الماركت، المنتج التويزبي، وده منتج هيلث سناكس. المنتج الثاني اللي هو تمرينه، ده يعتبر صيحة اختراع جديد في مجال المنتجات السبريد. حضرتك متخيل ان احنا كنا متعودين على منتجات السبريد اللي هي الاولد فاشن ستايل، ان احنا العجوه بس، لا احنا دلوقتي بندي لحضرتك عبوه مقفوله متعقمه تمر سبريد يتفرد في الساندوتش. بالظبط كده، وموجود دلوقتي في السوق تمرينه موجود ده. موجود في السوق بقاله فتره، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه توسعات كتير في خطوط الانتاج. وتويزبي بقى كسناكس، تويزبي كسناكس بدا سناكس صحيه موجوده في السوق دلوقتي ولا لسه هتطرح؟ نزلت من يومين بالظبط، بدات تتسجل عند ممتاز. كل السوبر ماركتس. كم نوع بقى منها؟ احنا عندنا بادئين دلوقتي في تلات انواع او تلات اطعم هم اللي ابتدينا بيهم، وفي اندر بروسيس في تلات منتجات تانيين، فهيبقى البورتفوليو كله حوالي ست منتجات. اي حد لما تقول له انا هزور مصنع بينتج بيكري او خبز يقول لك عم انت رايح فين؟ هو مش متخيل ان صناعه ضخمه كده، مش متخيل ان احنا مساحتنا قد ايه، 15000 متر، مش متخيل ان عندنا معمل بالضخامه دي، ليه كل ده عشان البكري؟ فهمني. تمام، صناعه تعملوا ايه في المعمل ده؟ طيب، صناعه المخبوزات صناعه من الصناعات اللي تعتبر صعبه جدا، معقده مقارنه بمثالتها من الصناعات الغذائيه الاخرى. احنا بيخش عندنا اكتر من 20 ماده خام في صناعه الخبز. الشغل الريسيرش والديفلوبمنت سواء في مصر او بره مصر تطور بشكل كبير في آخر، بالذات في آخر 10 سنين، فبقت الانجريدينس اللي موجودة بتخش في صناعة المخبوزات بتطور بشكل سريع جدا. دور اللاب طبعا دور حيوي ومهم جدا، لأن هو اللي بيكونترول أول حاجة دخول الخامات ودخول مواد التعبئة طبعاً. بيسحب عينات يبتدي يعمل لها فحص، من قبلها بروح اراجع على السبلاير اللي بيورد لي الماده الخام او ماده التعبئه، بنعمل اوديت عليهم ومراجعه عليهم. بالظبط كده، بنعمل اوديت عليهم، بنتاكد ان شهاداتهم مظبوطه، بنتاكد ان هم مسجلين في هيئه سلامه الغذاء. بعد كده ايفن ان احنا بنتاكد من ده كله. انا ما بتقبلش اي حد يورد لك خامه غير لما يكون مسجل في الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. بالظبط كده. محتاجين الخبز المنزوع الجلوتين ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا تارجت السنه دي، يعني السنه 2024 باذن الله عندنا بلان ان احنا في صنفين من الهيلث برودكت ان شاء الله هيكونوا موجودين، منهم الخبز خالي الجلوتين. تاني والتاني هيبقى اللي هو الكيتو بريد. ده كيتو بريد عالي البروتين قليل في الكربوهيدرات، او يكاد يكون نسبه الكربوهيدرات فيه لا تتعدى 2-3%. ابتدينا عملنا شويه ترايلز، جبنا سامبلز من بره شفناها طلعنا عليها، وان شاء الله باذن الله نبتدي في مرحله الديفلوبمنت قريب. بالاضافه طبعا ان احنا عندنا وايد رينج كمان من منتجات تانية، هنتوسع في منتجات التورتيلا، توسع بعض الاصناف اللي هي في البن، منتجات جديده، البن الخاص بالبرجر، البن الخاص بالبرجر هينزل. احنا منزلين البيزك تايبس بس هي اللي موجوده دلوقتي في الماركت، ان شاء الله باذن الله في بلان ان احنا في اصناف كتيره هتنزل من البن برودكت.